هنكمل مع بعض في تعليم برنامج جوجل سكتش اب، وهنشرح من خلال هذا الفيديو كيفية التنقل بين واجهات المشروع المختلفة بسهولة. ببساطة لو عندنا مشروع زي اللي قدامنا ده وحابين ان احنا نتنقل بين واجهات هذا المشروع بسهولة، ازاي نعمل ده؟ ده موضوع الفيديو بتاعنا النهاردة. طيب ليه مهم جدا ان احنا نتعلم الادوات بتاعت التنقل الواجهات في سكتش اب؟ ببساطة هنعرف الكلام ده في نهاية الفيديو. طيب يلا بينا على الشرح على طول. لو حبيت ان انا اروح للايزومتريك، دي طبعا مجموعة ادوات الفيوز في سكتش اب اللي هنستخدمها النهاردة. لو حبيت ان انا اروح للمشروع بتاعي في الثري دي، اول ايقونة وهي الايزومتريك، لو ضغطت عليها هلاقي ان مباشرة كتلة المشروع بتاعتي راحت للثري دي على طول. طيب لو حبيت ان انا اروح للتوب، الايقونة اللي بعدها وهي التوب، لو ضغطت عليها هلاقي ان المشروع بتاعي اصبح في التوب، اقدر ان انا اشوف اللي اوت كاملا لو انا عامل لي اوت. طيب لو حبيت ان انا اروح للواجهة الرئيسية، لو ضغطت على هذه الايقونة اللي بعدها وهي اسمها فرونت، هلاقي ان المشروع بتاعي اصبح في الاليفيجن، الايقونة اللي بعدها وهي خاصة بالرايت، لو ضغطت عليها هلاقي نفسي رحت في الواجهة الرايت او الجانبية او الشمالية على حسب المسمى بتاعك بهذه الطريقة. الايقونة اللي بعدها الباك، لو ضغطت عليها هروح للواجهة الخلفية بتاعة المشروع بتاعي. اخر ايقونة معانا وهي الليفت، لو ضغطت عليها هروح للواجهة الجانبية الاخرى. لو رجعت مرة تانية لاي واجهة من الواجهات دي وعرفنا او شرحنا ليه احنا بنستخدم هذه الادوات، لان ممكن البعض يستهون بهذه الادوات. طبعا لو انا عندي المشروع هكذا بهذه الطريقة وحبيت اظبط الواجهة بتاعتي بالظبط من غير ما استخدم هذه الادوات، هلاقي في صعوبة ان انا اظبط الواجهة بتاعتي بالظبط. فلذلك مهم جدا ان انا اعرف استخدم هذه الادوات. هنختار الرايت ونقرب كده علشان نعرف الفايدة المهمة جدا جدا من هذه الادوات. ببساطة لما بختار اي واجهة من الواجهات دي، الواجهة بتبقى مظبوطة تماما، اقدر بعد كده ان انا اروح لفايل واقول له اكسبورت 2D جرافيك عشان احول الواجهة اللي قدامي لصورة بسهولة. يبقى اذا الادوات دي بتساعد ان انا اقدر اخد صور من الكتلة بتاعت المشروع بتاعتي، صور سريعة يعني بدون ريندر او اخراج، حاجة مبدئية كده هحفظها مثلا على الديسكتوب بهذه الطريقة واقول له اكسبورت. لو رحت على الديسكتوب، على الديسكتوب ورحت اشوف الصورة بتاعت اللي انا صدرتها اهي، ضغطت عليها هقدر احصل على صورة سريعة للمشروع بتاعي بكل سهولة بهذه الطريقة. كمان الفايدة التانية ان انا اقدر اخد واجهة اوتوكاد من هذا الفيوز، لو قلت له فايل اكسبورت 2D جرافيك وجيت من هنا كده بدل ما جي بي جي قلت له دي دبليو جي او دي اهي دي دبليو جي، اقدر احول هذه الواجهة لاوتوكاد. خلينا نجرب اقول له اكسبورت، بعد ما هيفتح معايا الفايل هلاقي ان الواجهة اللي انا صدرتها الاوتوكاد بتاعت الاسكتش اب اصبحت بهذه الطريقة. يبقى دي احد فوائد ان انا افهم ازاي استخدم الفيوز بتاعتي. وكمان في فايدة مهمة جدا بتساعدني من خلال ادوات الفيوز في سكتش اب، ان انا اقدر ارسم على اي واجهة تعجبني بسهولة. يعني بيجيني الفرونت على طول بقدر ارسم عليه بهذه الطريقة اي شكل انا عايزه. هو ده كل اللي احنا عايزين نقوله في الفيديو بتاعنا النهاردة. يا رب يكون الفيديو مفيد لحضراتكم، ويا رب يكون سهل وبسيط. أشكركم، نلتقي في فيديو آخر بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.